معايا عبر الهاتف الآن واحد من الشخصيات الإدارية المحترمة جدا اللي كسبان بوجوده في المنتخب واحنا كسبانين وجوده في المنتخب، المهندس محمد غرابة مدير منتخب مصر. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل يا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ كله بخير؟ ربنا يكرمك. الحمد لله حبيبي، ربنا يلا يبارك. طمنا بقى على المعسكر القادم، بدأنا العمل وبدأنا الشغل، ده الشغل الرسمي بقى بتاع فيتوريا. النهارده أعلنتوا قائمة المحترفين وفيها استبعاد لمحمود تريزيجيه ومحمد النني بسبب الإصابة، استعدادكم والله لهذا احنا المعسكر؟ بادئين من بدري يا كابتن كريم، يعني احنا شغالين من لا ما أنا عارف أنتوا شغالين، أنا بتكلم على الشغل بقى خلاص الرسمي بتاع الماتش الرسمي يعني أول مواجهة رسمية لفيتوريا يعني. الحمد لله النهارده بعتنا الكرة بسبب الاستدعاءات بتاعت المحترفين القائمة المبدئية أو الأولية، وإن شاء الله يوم 17 هتعلن القائمة النهائية بالنسبة للمحليين والمحترفين بإذن الله. المفروض القائمة المحلية هتعلن بعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية؟ هي مش بعد يعني، لأن هتبقى قريبة جدا، لأن 18 و19 هيبقوا ماتشات أفريقيا بالنسبة للفيوتشر وبالنسبة للبيراميدز. تمام، فإن شاء الله يعني في حدود 17 أو 18 هتعلن بإذن الله. وهينضموا امتى ان شاء الله؟ يوم 20 بإذن الله كل اللاعبين هينضموا يوم 20 ان شاء الله. حسب الظروف اللي لعبوا، لان في ناس بتلعب من المحترفين بتلعب يوم 19 بالليل، فممكن انضموا الطيران لظروف الطيران والكلام ده كله، ممكن انضموا 20 بالليل او 21. يعني بشكل او باخر هتبقى 20 او 21 ممكن الظروف تبقى مكتمله. خلال هذه الفتره ان شاء الله هيبقى في منافسات ايضا للمنتخب الاولمبي، هل في تنسيق بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي على اللاعبين؟ طبعا بنوصل كل حاجه الحمد لله، والناس تعاونين جدا معانا في التمبركات، يعني مهتم بالقصه دي بالنسبه حتى بالنسبه للاعبين يعني، ربنا يوفقهم. كمان هم عندهم ماتشين مهمين جدا جدا، واحنا بندعمهم وربنا يكرمهم ان شاء الله باذن الله. عايز اسمع رايك كعضو مهم في الجهاز الفني للمنتخب المصري وبالنيابه عن المنتخب المصري فيما فعله محمد صلاح امبارح وكسر الرقم القياسي كهداف تاريخي لليفربول في البريمير ليج. لا حاجة، بص أنا هقول لك على حاجة يعني شهادة كده، يعني صلاح بصراحة ربنا يكرمه ويوفقه، يعني حاجة نفتخر بيها كلنا، يعني العالم كله بيفتخر بيه وإحنا خاصة كمان بنفتخر بيه. يعني صلاح إنجاز للشباب ويدي أمل للناس ويدي أمل للعيبة الموجودة في مصر إن في إحنا نعمل أكتر من كده كمان. صح، يعني هنوصل ان شاء الله باذن الله لو مشينا صح وبكتب علميه صح وتدريب صح والكلام ده كله، هنوصل وهنعدي كمان. احنا عندنا طاقه مهدره صراحه، يمكن صراحه هو الامل الوحيد للناس كلها في الكوره او في الرياضه عموما. صحيح. طيب انت كنت هتقول في بدايه كلامك شهاده، وده كان هيبقى سؤال بعد كده، هل محمد صلاح النجم الكبير ده، النجم العظيم ده، الاسطوره ده، يعامل معاملة خاصة في معسكرات المنتخب المصري؟ وانت اكيد بتسمع الكلام ده كتير، وان محمد صلاح له معاملة خاصة، وان محمد صلاح محدش بيتكلم معاه، وان محمد صلاح محدش بيقعد معاه، وان محمد صلاح بيطلب وبيتنفذ طلباته. هل محمد صلاح له طلبات خاصة في معسكرات منتخب مصر؟ خالص خالص خالص. وصلاح خلي بالك، هو صلاح دلوقتي يعني هو في ليفل بروفيشنال جدا، انت فاهم؟ فهو ما بيعرفش يطلب، ما بيعرفش يعني خلي بالك روح كابتن برضو صلاح ككابتن هو عارف يتعامل بالبروفيشناليزم اللي احنا بنطلبه لاي واحد. انت عندك صلاح في منتخب مصر وهو الكابتن بتاعك، الموضوع هو نفسه بيتعامل، لا هو بيتعامل باقل من الطبيعي، باقل من الطبيعي طبعا. وهو كلهم واحد بالنسبه لنا كلنا، وهو حتى بالنسبه له هو مش عايز يتميز في اي حاجه، لانه يعني هو يعني لا هو اكبر من كده بكتير، انت فاهم قصدي؟ فلا بصراحه يعني ربنا يكرمه ويوفقه. لا هو انسان على المستوى الشخصي هايل، تمام، وانسان متواضع جدا، وانسان بروفيشنال جدا في التعامل، فهو يعني ربنا يكرمه في حته ثانيه خالص. طيب انا عارف ان روي فيتوريا والجهاز المعاون الجهاز بالكامل هما بيشتغلوا تقريبا طول الوقت، وبعض الناس كمان في اتحاد الكره يقولوا لي الراجل ده موجود في مكتبه هو والجهاز المعاون طول الوقت شغالين، وعلى مستوى الارقام والتحليل والستاتستكس، ويبصوا على كل حاجه بتحصل في الدوري الممتاز ده، غير المتابعه الحيه للمباريات اللي بنشوفها بعينينا دي في التلفزيونات. هل روي فيتوريا وجهازه المعاون
مرتاحين مبسوطين من مستوى اللاعبين في الدوري المصري خلال الفترة الماضية ولا قلقانين؟ لا بص هقول لك على حاجة. هو طب. الشغل الحمد لله هو في يعني في شغل يومي كمان عارف. احنا بنشتغل ما بنشتغلش على لعيبة الدوري المصري بس احنا بنشتغل على اللعيبة كمان الصغيرة يعني حتى الراجل مشروع عنده مشروع اللي هو نتمنى ان كلنا يعني نشوف 26 26 و20 30 لا هو جايب من تحت هو ما بيتفرجش بس على الدوري المصري فقط لا هو بيتابع الصغيرين كمان بنتابع كمان الدوليين او بنتابع اللعيبه اللي عندها جنسيتين اللي بتلعب بره مصر هايل تمام من سن 16 من 17 سنه لان دولت النواه بتاع المنتخب في 2026 و 2030 هم دولت اللي هنعتمد عليهم الفتره الجايه فاحنا متابعين الشغل مش بس على الدوري المصري فقط ولا لعيبه الدوري المصري فقط لا الشغل احنا بننزل للاولمبي وننزل للاندر 20 وننزل كمان للعيبه اللي عندها جنسيتين وفاتحين المجال للعيبه كلها بنحاول نجمع الداتا كلها للعيبه طيب انا عارف انا عارف ان انت قلت حاجه مهمه جدا ودي اول مره حد يقولها مسؤول في منتخب لمنتخب اول يعني وانا متاكد ان ده شغلك في الاساس يعني كمان او بتتعامل فيه بشكل كبير باحترافيتك يعني فكره انك تروح تتواصل مع لاعبين كتير في اوروبا ما حدش يعرف عنهم حاجه هل احنا عملنا قائمه فيها اسماء معينه هل خطبنا انديه هل اتكلمنا مع لاعبين ولا احنا لسه في حصل يعني حصل فعلا حصل وفي ناس مميزه جدا وتواصلنا معاهم وانا بتواصل معاهم بشكل شخصي ممتاز تمام سواء مع 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 الاب سواء مع يعني المسؤول عنه تمام لا النادي لسه ما وصلناش للمرحله دي ولكن احنا متابعينهم وبقول لهم انتوا على رادار مصر مش على رادار المنتخب الاول بس لا انتوا على رادار مصر فاحنا يعني متابعينكم كويس وشايفينكم واشتغلوا وبيشتاقوا ولو في اي نصيحه بنقدر نقدمها لهم لا يعني مش واخد مسؤوليه بس ان احنا الناس دي بعيده عننا لا احنا نتابعهم واحنا يعني انتوا منا وان شاء الله باذن الله هتيجوا في يوم من الايام وتمثلوا المنتخب الاول وتمثلوا منتخب مصر باذن الله يعني. فيتوريا احبط من نتائج منتخب الشباب وانت لسه كنت بتقول ان هو بيحب يبص على منتخبات شباب فرق الشباب اللاعبين الصغيرين احبط مما حدث في كاس الامم الافريقيه؟ نتائج مش هقول على مش هتكلم عن نتائج ولكن هو ما احبطش هو ممكن يكون طبعا اتضايق ان المنتخب ده يعني خرج من البطوله وما صعدش كاس العالم لكن فرصه كويسه للمواجهه ولكن عنده امل في الولاد صراحه يعني هو بيشكروا فيهم جدا وبيقول لك الولاد كواليتي عاليه جدا وان شاء الله يطلع طبعا كويس ان هو شافهم كده يعني كويس عشان الجماهير المصريه انت عارف برضو الجماهير قاعده تقول لا ده احنا كده ما عندناش جيل ممكن يفيد منتخب مصر فكون المدرب شايف فدي حاجه تطمنا منهم ومعظمهم كويسين جدا 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 وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يوفقهم في اللي جاي ونشوف منهم ناس كويسه في تمثل مصر وتحترف على الاقل كمان طيب انا متفاهم جدا انه طبيعي مش هنقول اي حاجه ليها علاقه بقائمه منتخب مصر القادمه بس هسال سؤال عام شويه هل فيتوريا من المدربين اللي بيفضل يختار نفس القائمه كل مباراه او كل تجمع ولا وارد ان القائمه الجديده دي يبقى فيها عناصر جديده تماما اول مره نشوفها في منتخب مصر كل حاجه وارده انا ما اقدرش يعني دي مش حتتي اكتر يعني مش هقدر اتدخل فيها بس هو وارد جدا ان هو حسب العنصر اللي هو شايفه في المكان اللي هو يعني في المركز اللي هو عايزه خلي بالك يعني انت لسه اللي بيديها لك بيديلك برضه لسه مجمعه او اوسع شويه عشان بظروف الاصابات وظروف ان اللعيبه ممكن تكون في فتره معينه مش على نفس المستوى اللي هي كانت عليه فلا كل ده بيتغير قبل المعسكر بايام قليله خلي بالك يعني مش متحدد كل يعني لما تيجي تساله يقول لك انا مش محدد علي حد يجي لازم اوصل للاخر خالص التوقيت الاخر خالص عشان اقدر ايه احدد اشوف مين اللي جاهز او مين مش جاهز او عشان اقدر يخش المعسكر ان شاء الله هل فعلا في كلام ان احنا نواجه المنتخب المكسيكي في شهر 6 باذن الله في امريكا؟ في عروض جايه للماتشات ولكن حسب الظروف بقى حسب التوقيت نفسه ممكن يكون مش مناسب للمنتخب او مناسب لسه احنا في مرحله الدراسه بالنسبه للعروض اللي جايه للماتشات اللي وديها في شهر 6 تمام لان
ان شهر 6 طبعا انت عارف ان هو هيبتدي من 12 ل 20 تمام، وبيتخللوا ماتش واحد رسمي لسه ما نعرفش الماتش الرسمي بتاع الاتحاد الافريقي، ما حددوش هو في اول اسبوع او في اخر الاسبوع، فبناء عليه لسه مش محددين بالظبط هيبقى الماتش الودي هيبقى قبل او بعد، فلسه الامور مش متقرره او مش متحدده اكتر من الاتحاد الافريقي. بنتابع مع الاتحاد الافريقي ان احنا بنراسلهم دايما او بنتكلم معاهم ان هم بس يحددوا لنا الماتش بتاعنا عشان على اساسه نقدر نقرر اذا كنا ممكن يبقى في فرصه نكتيك لفرقه ثانيه لاي حد من الماتشات الوديه نقدر ننظم ونلعب فيه. طيب هسالك سؤال اخير وهو يتعلق بروي فيتوريا، وانا عارف ان انت من المقربين منه، عارف ان الجهاز كله مقرب منه، بس عارف انت كمان مقرب منه جدا. فيتوريا من الاخر كده مبسوط معانا، سعيد مع منتخب مصر، متفائل وفرحان ولا بيشتغل؟ واتمنى يكون فاهم سؤالي. متفائل باللعيبه جدا بصراحه ويشكر فيهم جدا، لان احنا عندنا كواليتي لعيبه فعلا تستحق ان هي تبقى نحافظ عليها وتستحق الدعم وتستحق ان احنا نعرف نشتغل عليها. فهو مبسوط من اللعيبه جدا بصراحه يعني، ومبسوط من الخامات اللي عندنا. بينقصنا حاجات بينقصنا حاجات، وخلينا نعترف يعني مش هنقول ان احنا احسن ناس في العالم، ولكن احنا عندنا بيز مش وحشه، عندنا خامات طيبه جدا، خامات كويسه جدا جدا، عندنا كواليتي كويسه، ولكن محتاجه شويه تظبيطات، وده هيجي مع الوقت وهيجي مع الاستمراريه. انا دايما عارف لما يبقى الواحد قاعد بيخطط لحاجه، فالوقت هو العامل، الوقت هو اللي هيفرق معاك. خلي بالك برضه احنا معظمنا يعني المعسكرات بتاعتنا هي 5 معسكرات في السنه مثلا لمده 8 أو 10 أيام. الفرصه اللي فاتت ان احنا كانت معسكرات بشكل ودي، فكنا نقدر نطول المده اكتر، ده ما نقدرش احنا نعمل كده دلوقتي تمام. فهو بيشوف اللعيبه كلها وبيعرف يحكم كويس قوي بصراحه. هو شغال يعني يوميا في الاتحاد مع الجهاز مع الطاقم الفني بتاعه، بيشتغل على التحليل وعلى الارقام وعلى الداتا احنا، وبنعمل حتى هو فاهم بيعمل داتا بيز للعيبه كلها، وهنعمل حاجه يعني اداره جديده لموضوع داتا بيز لكل اللعيبه من اول 17 سنه اللي بعد كده. ففي شغل بيتعمل مش بس فقط في المنتخب الاول، لا هو عايز يعمل حاجه لمصر وللاتحاد والمنتخبات عموما يعني. مهندس محمد غرابه مدير هقطعك في حاجه، اتفضل يا فندم. يا ريت، يمكن انا اتمنى ان انت تدعمنا فيها، ويمكن وزملائك كلهم يدعمونا فيها. احنا محتاجين دعم الجمهور قبل اي حاجه، ودعم الاعلام قبل اي حاجه. طبعا الفتره الجايه احنا كلنا لازم نبقى على قلب رجل واحد، ولازم ان يبقى الدعم مش بس يلا برافو وكسبت وكلام، لا مش عايزين، احنا عايزين دعم نفسي، دعم معنوي. تواجد الجمهور في الاستاد مهم جدا بالنسبه لنا. ان شاء الله عندنا ماتشين زي ما انت قلت بالظبط، يوم 24 يوم 28 ماتشين مهمين لو ربنا كرمنا فيهم، هم الماتشين اللي كسبناهم احنا بنسبه كبيره هنكون في كاس افريقيا في كوت ديفوار في 24. مش هنكسب غير بالجمهور، صح، ومش هنكسب غير بدعمكم، صح. اتمنى ان الماتش الاولاني اللي هيكون في مصر باذن الله لازم يكون فيه جمهور. احنا الحمد لله طلبنا من الاتحاد ومن الاستاذ جمال علان، طلبنا منه بصوره شخصيه ان احنا نبعت نفتح الجمهور، وان شاء الله باذن الله الامن يكون متوافق معنا في الحته دي. فالدعم المسانده الجمهور هتبقى شيء مهم جدا، واتمنى ان الاعلام يساند فيها ان ينزل الجمهور ونرجع تاني ونشوف الاستاد مليان باذن الله. ان شاء الله باذن الله بالتاكيد ده هيحصل. مهندس محمد غرابه مدير منتخب مصر، الدعم الجماهيري والدعم الاعلامي اكيد الزامي من الجميع لمنتخبنا الوطني.